فضيحة من العيار الثقيل تهز لوكسمبورغ عقب الكشف عن اتفاقات سرية وقعت بين الدولة الأوروبية وبين 340 شركة عالمية بينها إيبل وأمازون وإيكيا وبيبسي وأكسا. الاتفاقات السرية أبرمت بين الطرفين بهدف تخفيض قيمة الضرائب للشركات العالمية المقدرة سنويا بمليارات اليوروهات. الاتحاد الدولي للصحفيين المحققين وعبر موقعه الإلكتروني كان أول من كشف عن هذا التحقيق الذي أطلق عليه اسم لوكسمبورغ ليكس. المفوضية الأوروبية سرعت إلى التعقيب على الفضيحة مؤكدة أنها مستعدة لمعاقبة لوكسمبورغ على الممارسات التي وصفتها بغير القانونية. يشار إلى أن هذه الاتفاقات أبرمت بين عامي 2002 و2010 استفادت من خلالها الشركات العالمية من أموال ضخمة بدل دفعها للضرائب.